انه قرار سلم خلاص معي هبل، هذا اللي بيسويه هبل، قتل شعبه السنوار، قتل شعبه. وين العدالة؟ هو هذا الحكم اللي بيحكم له يا سنوار وهنية؟ ابن المسؤول الحمساوي بقى عمره 20 سنة وإله سيارة وإله جب وإله عمارة ومتجوز وإله كل ما يملك، وابن أولادنا لا يملكوا من الحياة شيء. إذا حكيت لك إنه حماس دمرت غزة شو بتقول لنا؟ هذا إشي أكيد، إشي أكيد يعني. تمام، هذا صحيح سبب. بعدين بالنسبة للمقاومة اللي بتيجي بتخبى بين الناس، ليش تخبى بين الناس؟ يروح في جهنم يتخبى. يعني هذه شهادات من الأشعار اللي دمروا البلد. قول يا ابو العبد انت اكبر حنين. يا هنية ويا عباس، يا هنية ويا عباس، وين الكهرب وين الغاز، وين الكهرب وين الغاز. احنا دفعنا الثمن تذكرة حماس، احنا دفعنا التذكرة لها. انا بدي اوجه رسالتي الى حكومة حماس، حسبي الله عليك، والله يلعنك ويلعن ابوك ويلعن اللي جابك، والله يلعنك يا سنوار جابت الكلب، حسبي الله عليك دمرتنا. يا عبد الله 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 يا